قالت القوات المسلحة التركية أن اثنين من جنودها قتلا وأصيب آخران عندما انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون من حزب العمال الكردستاني في منطقة زاب شمالي العراق. وأضافت أن القوات الجوية التركية نفذت عقب ذلك ضربات جوية في المنطقة ذاتها من شمال العراق، ما أدى إلى مقتل 8 من مسلحي حزب العمال الكردستاني. ومعنا مراسلنا من اسطنبول عدنان الظاهر. عدنان، ما آخر المستجدات حول هذه القضية؟ بالفعل هناك اشتباكات عنيفة على طول الشريط الحدودي بين تركيا والعراق، حيث قامت المقاتلات التركية فجر هذا اليوم بشن عدة غارات جوية على جبال قنديل وبالتحديد على منطقة زاب شمالي العراق، ما أسفر عن مقتل ثمانية عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني بحسب ما أفاد الجيش التركي. في هذه الأثناء أيضا لقي جنديان تركيان مصرعهم إثر انفجار لغى من أرضي زرعه عناصر التنظيم في منطقة زاب أيضا على في شمالي العراق، ما أسفر عن مقتل هذين الجنديين وأيضا إصابة اثنين آخرين. في الحقيقة في الآونة الأخيرة وبعد الاستفتاء الذي تم في إقليم شمال العراق زادت حدة الاشتباكات على طول الشريط الحدودي بين تركيا والعراق، حيث لا يمر يوم إلا وهناك غارات جوية تركية على جبال قنديل تستهدف معاقل تنظيم حزب العمال الكردستاني. وأيضا على طول الشريط الحدودي هناك اشتباكات خلال محاولة عناصر التنظيم التسلل إلى داخل الأراضي التركية وشن هجمات على بعض المواقع العسكرية التركية في مناطق جنوب شرقي البلاد. ربما بالتوازي مع هذا محمد، يوم أمس المجلس الأمن القومي التركي أصدر قرارا بتمديد حالة الطوارئ. هذا القرار يأتي لمكافحة ما أسماها التنظيمات الإرهابية ومن ضمنها تنظيم حزب العمال الكردستاني، أيضا لمواجهة ما أسماه بالعناصر الإرهابية المتواجدة داخل تركيا وبالتحديد كان يسمي تنظيم الدولة الإسلامية وأيضا جماعة فتح الله جولان. هذا التمديد لقي قبولا من جانب حزب الحركة القومية التركي المعارض الذي أبدى زعيمه اليوم دولة بهجلي تأييده لقرار الحكومة التركية بتمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى، وهي بالمناسبة المرة الخامسة التي يتم فيها تمديد حالة الطوارئ في البلاد منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف عام 2016. بكل الأحوال كان هناك أيضا تداعيات للقرارات التي صدرت من قبل مجلس الأمن القومي التركي على الأحداث التي تجري في العراق، حيث الحكومة التركية أيضا أصدرت قرارا بإغلاق الأجواء الجوية أمام جميع رحلات الطيران القادمة أو الذاهبة إلى إقليم شمال العراق. أيضا كان هناك قرار بإغلاق المعبر البري. كل هذه الخطوات تأتي ربما للضغط أكثر على إقليم شمال العراق للتراجع عن هذه الخطوة. اليوم رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم خلال كلمة له أمام نواب كتلته البرلمانية كتلة حزب العدالة والتنمية قال إن سيطرة الحكومة المركزية العراقية على مدينة كركوك هو أمر إيجابي، وطالب السلطات العراقية هناك بإعادة التوزيع الديموغرافي التي طالت المدينة، وبالتحديد كان يطالب بإعادة التوزيع الديموغرافي للتركمان المتواجدين في مدينة كركوك، وحيث يعتبر المسؤولون الأتراك هذه المدينة هي مدينة ذات غالبية تركمانية، وبالتالي هم يرون أن لتركيا أحقية أو حق في التدخل في الشأن العراقي لا سيما فيما يتعلق بحماية حقوق الأقلية التركمانية المتواجدة هناك. عدنان الظهر مراسلنا من اسطنبول، شكرا لك.